قام معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط بمشاركة السيدة باتريسا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية لتغيير المناخ بوضع حجر الأساس لمشروعي الأراضي الرطبة على مساحة تقدر ب 110 هكتار بمنطقة الصخير ومحمية الحنينية بمساحة 500 هكتار الواقعة جنوب مملكة البحرين. قال معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بأن تدشين هذين المشروعين الحيويين في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البحرين يأتيان لإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على المملكة، مشيرا معاليه لأنهما يعكسان الدور الذي يلعبه القطاع النفطي في تنظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النفطي والعمل على استدامتها لا سيما المائية منها. كما ثمن معالي الوزير عاليا الدور الريادي الذي تطلع به البحرين على المستوى الإقليمي والدولي في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تعد موضوع الساعة في الوقت الراهن. تابع معالي الوزير بأن هذا التدشين يأتي ليعبر عن مدى التزام المملكة تجاه المجتمع، كما يأتي ليعزز تآزر الجهود التي يبذلها القطاع النفطي مع الجهات الوطنية العامة لتنفيذ المبادرات الوطنية لحماية التنوع البيولوجي في استراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 والجهود الحكومة الموقرة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17. شركة تطوير طبعا تنتج كميات كبيرة من المياه في إنتاجها للنفط، فهناك يعني أساليب تقليدية لتكرير الماء. اليوم احنا بنجرب طريقة صديقة بالبيئة، استخدام نوع من النباتات يسمى الريد بيدز، ونستخدمها لاستخراج الشوائب من مياه المنتجة من آبار النفط. طبعا لها تأثير إيجابي على البيئة، تخلق لها بيئة طبيعية لابد أن يكون لها تأثير إيجابي مستقبلا على البيئة في البحرين، ونأمل أن النتائج تكون إيجابية كما هو متوقع منها. طبعا المشروع الثاني هو جزء من مساهمة القطاع النفطي في تخضير البحرين، وهذه جزء من خدمتنا للمجتمع والتزام الشركات النفطية بتحسين البيئة للبحرينيين بشكل عام. طبعا اليوم يعني كان لنا الشرف بوجود رئيسة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة تغيير المناخ، وهي شخصية يعني مهمة جدا في العالم في هذا المجال. وعندنا كذلك اليوم في البحرين اجتماع مجلس إدارة ما يسمى الصندوق الأخضر والصندوق الاستثماري لتغيير المناخ، اللي تم تأسيسه من بضع سنوات ويأخذ من كوريا الجنوبية مقر له. طبعا الفكرة فيه أنه الدول المتقدمة تدعم الدول الناشئة في مكافحة تغيير المناخ، خصوصا مع زيادة في الطلب على الطاقة.